المشكلة لا يوجد هناك يسار متطرف أو يمين متطرف في هذه الأحوال. هناك دولة، هناك حكومة، هناك شعب يخافون من حدوث انفجار اجتماعي. وحتى لو قرأنا جريدة لبوان هذا الأسبوع تقول أن 2 فرنسيين على 3، يعني 66.2 من الفرنسيين يخافون أن يكون يعني يحدث انفجار اجتماعي. وهذا عندما يرى الإنسان الفرنسي أنه لا يوجد هناك وقود. الإنسان الغربي، الإنسان الفرنسي هو إنسان مادي، لا يوجد هناك هذه الصبر يعني إذا لم يكن هناك عنده محروقات حتى يذهب بسيارته، إذا لم يكن عنده محروقات حتى يتدفأ في هذا الشتاء، فطبعا سينفجر وسيكون هناك انفجار اجتماعي في هذه البلاد. وكذلك يعني أن طيب، هل يعلق هذا الإخفاق فقط على السلطة في فرنسا، أم أنها هي أيضا محشورة في زاوية الانعكاسات العالمية للتدهور الاقتصادي العالمي؟ طبعا هناك فرنسا تعتبر قسم من العالم. عندما نرى أن الأورو الآن في فرنسا تقريبا ضاع تقريبا 40% من قيمته مدة هذه في السنة الماضية، الآن أصبح الدولار أقوى من الأورو. هذه أول مرة تأتي منذ تقريبا 25 سنة منذ أن وجد الأورو على في السوق الأوروبية. طبعا هناك نحن في عالم، هذا عالم اقتصادي، هناك معاملات مع هذه الدول. تصوروا أن الولايات المتحدة الآن تبيع إلى فرنسا المحروقات بخمسة أضعاف السعر الذي كانت تبيعه قبل الحرب الأوكرانية. طبعا من هو المستفيد الأول من هذه الحروب؟ هو طبعا الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد العالمي الآن مخيف جدا، وهذا خصوصا الاقتصاد الفرنسي. وعندما نرى هناك أزمة اقتصادية واجتماعية يعني واضحة تعيشها البلاد الآن في 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 فرنسا، وعندما نرى هناك المركزيات النقابية البارزة ليس فقط من اليوم، يعني هنا اليوم كان هناك إضراب شامل، ولكن هذه منذ نهاية شهر سبتمبر كان هناك احتجاج على عدم رفوع الأجور وارتفاع الأسعار. ولكن لا يوجد عند السيد ماكرون، أنا لا يعني السيد ماكرون هو رئيس هذه الدولة، ولكن لا يوجد عنده يعني أنت عبال دو كونفيونس، لا يوجد عنده يعني مجال حتى يستطيع أن يعطي أن يرفع الأسعار مثل ما تطلب السيجيتي. الذي تطلبه السيجيتي الآن يعني سيفلس فرنسا. لا نستطيع طبعا، أنا يعني من غير ليس معقول أن نترك الناس بدون محروقات، ولكن المحروقات أصبحت غالية، ارتفع سعر الغاز تقريبا 10 أضعاف منذ بداية الحرب. في تتصور أن الرئيس ماكرون ذهب إلى الجزائر أولا، وذهبت بعده ذلك إيزابيل بورن لهناك حتى تطلب من الجزائر مساعدتها في وجود الطاقة، وجود هذه المحروقات. وكذلك يعني هناك قطاع، يعني عندما نرى أن توتال إنرجي الآن لم يجد هناك اتفاق بشأن الأجور مع النقابيين، حتى ولو طلبت قبلوا رفع الأسعار الرواتب قليلا ما.